السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا، شباب تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله الفيديو دوت مخصوص للحل. النهاردة إن شاء الله بنحل كل الاكسرسايز بتاعت يونت 1 staying healthy. فاضل بس هو في اكسرسايز بس كده مكون من 10 جمل، ده انا سايبه لكم هوم ورك ان شاء الله تعملوه. تابعونا لغايه نهايه الفيديو، استفيدوا جدا جدا من الحلول. خليكم معانا بقى ويلا بينا على الفيديو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ونبدا يا شباب دلوقتي ببيج نمبر 15. The NOAAD system is responsible for defending the body against viral and bacterial infections. يا ترى انهي جهاز في الجسم بيكون مسؤول عن defending the body، الدفاع عن الجسم ضد اي عدوى فيروسية او بكتيرية؟ طبعا ده جهاز المناعي، يبقى immune system، letter B. Number 2, some COVID-19 patients suffer from NOAAD symptoms. يعني بعض مرضى COVID-19 بيعانوا من أعراض إيه؟ طبعاً أعراض هل يا ترى سيفير ولا انجورد ولا باندج ولا بايونيرنج؟ طبعاً سيفير، يعني أعراض شديدة جداً، يبقى letter A هي الإجابة الصحيحة. Number 3, you need much more training to improve your. انت محتاج تدريب كتير قوي علشان تحسن ايه؟ guide expert infection ولا performance؟ طبعا عشان يعني تحسن من ادائك اللي هي performance letter D. Number 4, influenza is a NOAAD disease, tight, sick, infectious ولا infected؟ طبعا خلي بالك من infected و infectious. infectious هنا هي الإجابة الصحيحة، لأن infectious معناها معدي، إنما infected يعني لقط العدوى، واحد خد العدوى، واحد اتعدى. طب رقم 5, you need to put on the cut. cut هنا جايب معنى الجرح، to stop the bleeding، عشان تمنع وتوقف النزيف، يبقى أنت محتاج إيه؟ ضمادة، يبقى اسمها bandage letter B. الجملة رقم 6, the nose is the which helps us breathe, speak and smell things. النويز الآن في دي عبارة عن إيه؟ هل هي عضلة مصل؟ طبعا لا، طبعا هي organ يعني عضو، إنما سيل يعني خلية، وإميون يعني مناعي، يبقى هي letter B organ. Number 7 is short for cardiopulmonary resuscitation. دي طبعا يا جماعة اختصار CPR. هنا حرف C، هنا حرف P، هنا حرف R، يبقى CPR اللي هو تنفس الاصطناعي الرئوي يعني. Number 8, encouraging children's good behavior helps it. يعني تشجيع السلوك الجيد لدى الأطفال بيساعد إيه؟ بيساعد boost it. طبعا boost يعني يشجعوا أو يوطدوا، يقويه، يأيدوا، يدعموا، وهكذا، يبقى letter A هي الإجابة الصحيحة. Number 9, COVID-19 attacks and destroys the of the lungs. الكوفيد 19 بيهاجم وبيدمر ايه؟ بتاعت الرئة، طبعا خلايا الرئة، يبقى cells. Letter B. Letter B هي الإجابة الصحيحة. بعد كده number 10, the doctor says that my grandfather well to the treatment. دكتور الطبيب بيقول بان جدي ايه كويس للعلاج، يستجيب كويس للعلاج، يستجيب reacts letter D. Number 11, COVID-19 is the which has caused the pandemic this year. يعني الكوفيد 19 هو بيكون ايه اللي سبب الجائحة في هذا العام؟ هو طبعا عبارة عن فيروس، يبقى letter C. Number 12, Mr. Ayman applies the latest in business management. طبعا هتبقى letter B، تقنيات وأساليب، طبعا latest يعني أحدث، يبقى مستر أيمن بيطبق أحدث وأحدث الأساليب، أحدث تقنيات في إدارة البيزنس. رقم 13, wearing a face mask and keeping a distance can help us avoid نقط. طبعا ارتداء الفيس ماسك وانك تسيب مسافة بينك وبين الاخرين، ده بيساعد في ان احنا avoid نتجنب الايه؟ العدوى، يبقى infection letter C. Number 14, it's necessary to know how to perform.
perform CPR in case you should help in an emergency. يعني من الضروري انك انت تعرف ازاي تؤدي، يبقى هنا perform معناه يؤدي، ازاي تؤدي CPR اللي هو التنفس الصناعي اللي بنضغط بيه على صدر المريض في حالة you should help، لو انت طبعا هتساعد في موضوع الامرجنسي اللي هو الطوارئ لشخص المريض. Number 15, the ambulance took the man to the nearest hospital. المستشفى أخذت الرجل الايه لأقرب مستشفى، طبعا أخذ الرجل المصاب يبقى injured letter C. 16, when the lungs are infected، لما الرئتين بتكون infected يعني أصيبت بالعدوى، نقط becomes very difficult، طبعا التنفس بيكون صعب جدا، التنفس هيبقى letter A breathing. Number 17, the club's cupboard is full of نقط. الكابرد الدولاب يعني بتاع النادي مليان بايه؟ sicknesses ولا shoulders ولا injuries ولا trophies. طبعا trophies اللي هي كؤوس، الكؤوس الخاصة بالانتصارات يعني وهكذا. طيب بعد كده we are always ready to you. We are your family. احنا ايه؟ احنا اسرتك، احنا عيلتك، فاحنا دايما على استعداد ان احنا ايه؟ you avoid you نتجنبك، طبعا لا react to you نستجيب لك، ولا hurt you ولا support بندعمك، طبعا هي support letter A. 19, as a foreigner in Egypt، كشخص أجنبي في مصر، I need someone to me، محتاج واحد ايه؟ cause me، يعني قصد يعني معناها يسبب، يسببني طبعا غلط، ولا guide me يرشدني، طبعا هي guide me يرشدني. Number 20, the police launched attack، الشرطة شنت هجوم ايه على الارهابيين، هجوم طبعا abroad ولا ill ولا sudden ولا suddenly، طبعا انا سامع ناس كتير بيقولوا suddenly، طبعا يا جماعة دي ظرف يا شباب، انا محتاج صفة مش ظرف، لان عندي اسم، الاسم عايز قبله صفة، الاسم عايز قبله صفة، فالصفة هنا هي sudden وليست suddenly، لان suddenly اسمها adverb يعني ظرف. رقم 21, use the fire exit in case of، استخدم مخرج الحريق في حالة الايه؟ طبعا في حالة الطوارئ، allowance ولا emergency ولا guidance ولا hygiene، طبعا emergency. Letter B. Number 22, cancer is disease، مرض ايه الكانسر دوت؟ طبعا هو مرض serious يعني مرض حاد شديد جدا. طبعا الناس ممكن تقول infected، لا infected قلنا معناها أصابوا العدوى أو مصاب بالعدوى، infectious يعني معدي للآخرين، فهو الكانسر هو عبارة عن مرض serious، مرض شديد جدا وحاد جدا. رقم 23, he was so he took 2 days off، هو كان ايه عشان كده هو أخذ يومين أجازة، يبقى هو كان طبعا الصفة الأنسب هنا sick اللي هي مريض letter D. Number 24, the engine of this car needs careful نقط، المحرك بتاع العربية ديت محتاج ايه؟ حريص. solution safety examination ولا technology، محتاج فحص شديد يعني، يبقى examination فحص ايه؟ careful يعني فحص بعناية. طيب number 25, you can talk to the director، he is the one in charge here، انت ممكن تتكلم مع المدير الايه؟ هو بيكون شخص مسؤول هنا، طبعا المدير التنفيذي، خدنا كلمة تنفيذي في الفوكابلوري هتبقى executive letter D. Number 26, is necessary، حاجة كده تبقى ضرورية، it helps you adapt to different situations، يعني ايه الحاجة الضرورية اللي بتساعدك انك انت تتكيف مع المواقف المختلفة؟ طبعا المرونة والليونة او اللين تبقى resilience letter B resilience. Number 27, he gets of 2000 pounds a month، حلو قوي الجملة دي يا شباب، allowance athlete persuasion letter A and C، طبعا هي هتبقى letter A، خلي بالك من كلمة allowance هنا، allowance يا جماعة بمعنى علاوة، الموظف يستنى العلاوة، اوكي؟ فallowance معناها علاوة، علاوة الموظف يعني.
نمبر 28 رقم 28 the heart القلب is the نقط that does most of the work in the body. طبعا القلب ده عبارة عن عضلة في الجسم، عضلة هتبقى muscle later. نمبر 29 after the accident بعد الحادثة I saw a man، أنا شفت راجل بينزف. يا ترى هتبقى blood، طبعا blood دي ناون يعني اسم اللي هي دم، انا عايز ينزف يبقى bleed، وتنفع برضو bleeding، يبقى بالتالي هتبقى letter دي الاجابة الصحيحة، لان يعني ينفع اخد الانفينيتيف وينفع اخد صيغة الفعل ing. طيب your heart and lungs are in your نقط، القلب والرئتين بيكونوا فين؟ في الصدر، يبقى in your shoulder، لا shoulder يعني كتف. chest طبعا دي الصدر، يبقى هي دي. بعد كده 31 نجيب محفوظ was a real he was the first Arab writer to write great novels. نجيب محفوظ كان ايه حقيقي، طبعا رائد حقيقي، رائد هتبقى pioneer letter A، يبقى pioneer هي الإجابة الصحيحة هنا. طبعا يا شباب احنا بنقول ونعيد بان حفظ الفوكابولري كلماتك هي حياتك في اللغه الانجليزيه او في اي لغه طبيعي. طب usual for a person who has flu to نقط، طبعا من المعتاد للشخص المصاب بالفلو بالبرد ان هو ايه كف، ان هو يكح يعني، يبقى letter C هي الاجابه الصحيحه. Number 33, I asked you to the vase carefully on the table. Why did you drop it? انت ليه وقعت الفازة؟ ده انا طلبت منك انك انت ايه الفازة بعناية على الترابيزة، انك تحطها تضعها، يبقى place letter B. 34, the baby is peacefully in bed. البيبي ايه في سكينة وامان كده في السرير بتاعه، طبعا مستلقي تبقى lying اللي هي letter A. إنما طبعا letter B lying معناها يبيض، وتيجي بمعنى يجهز ويعد، طبعا هي الإجابة طبعا هتبقى lying اللي هي letter A اللي جاية من المصدر بتاعها L-I-E اللي بمعنى يرقد. طيب number 35 it's normal for to have strong muscles. من الطبيعي المين إنه هو يكون عنده عضلات قوية، طبعا الأشخاص الرياضيين تبقى athletes letter D. Number 36 young people need they do not have enough experience in life. الشباب محتاجين ايه؟ ده هم عندهمش خبره يعني كافيه في الحياه، طبعا محتاجين preparation ولا performance ولا guidance ولا ايه، وبي طبعا محتاجين guidance ارشاد وتوجيه، يبقى letter C. 37 it's necessary for a foolish pitch to be with no slopes. يعني من الضروري للملعب الرياضي انه هو يعني يكون من غير اي ميل، فبالتالي يكون مستوي، يكون مسطح ومستوي، تبقى letter A flat. Number 38 دي هنا جماعة خاصة بالdefinitions بالتعريفات، اللي قلنا التعريفات مهمة جدا وخلي بالكم منها. To not is to do an action، انك تعمل action دي اسمها ايه طبعا perform، يؤدي ويفعل. 39 is a part of your body that performs a job. حاجة في جسمك كده بتؤدي وظيفة، طبعا ده عضو في الجسم، طبعا organ letter B. هو مديني طبعا مثال هنا زي brain اللي هو المخ or heart أو القلب. 40 number 40 to is to do something because something else has been done. إنك إيه is to do something، إنك تقوم بحاجة لأن الحاجة دي يعني حاجة تانية اتعملت، يبقى هنا react يعني بتستجيب، يبقى letter D. 41 when an illness or injury is very serious، لما يكون المرض أو الإصابة شديدة جدا we say it is، بنقول عليها إيه immune ولا severe، طبعا هتبقى severe يعني شديدة وحادة letter B. طبعا available و medical غلط طبعا مش ماشيين في المعنى هنا خالص. Number 42 is a way of doing something with a skill. ايه الحاجة اللي بتعملها بمهارة، يبقى دي طبعا تكنيك اللي هي تقنية او اسلوب او طريقة، يبقى تكنيك. يبقى اول ما نشوف كلمة تكنيك نربطها بكلمة سكيل، على طول محتاجة سكيل مهارة. Number 43 A is a very small living thing that causes disease.
طبعا دي الفيروس، الفيروس هو اللي بيسبب الايه الديزيز المرض. نمبر 44 is the smallest separate part of a plant or animal. طبعا دي سيل في التعريفات اللي احنا قلناها يا شباب، قلنا ان اصغر جزء منفصل من البلانت النبات او الحيوان هو ايه سيل، يعني الخليه. Number 45 two is to help someone or something to improve or get better. يتحسن يبقى أفضل، يبقى infect ولا boost ولا perform ولا react، طبعا هتبقى boost. Number 46 there is a way that your body protects you from disease. جسمك، الطريقه اللي جسمك بيها بيحميك من المرض، طبعا ديت الايميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي. ليتر سي. نمبر 47 is a disease caused by a virus or bacteria. الحاجه اللي بتتسبب او الحاجه اللي بيسببها البكتيريا او الفيروس طبعا انفكشن اللي هي العدوى. ليتر اي. بيج نمبر 18 scientists are asked to solutions to limbs the society faces. خلي بالك من الجملة دي، بقول لك العلماء مطلوب منهم، عشان دي يا جماعة مبنية المجهول are asked يعني مطلوب منهم، يبقى العلماء مطلوب منهم ان هم ايه solutions يعني حلول to the problems للمشاكل the society faces يعني اللي المجتمع بيواجهها، المشاكل المجتمع بيواجهها. يبقى ايه بقى الفيرب اللي يجي مع solutions؟ do solutions perform suggest ولا A and B؟ الإجابة طبعا هتبقى suggest. letter C suggest solutions يعني يقترح حلول. number 2 all people need to a good hygiene in order to keep healthy. كل الناس محتاجة ايه الصحة العام بشكل جيد علشان يحافظوا على صحتهم. يبقى have a good hygiene ولا do ولا make ولا call؟ طبعا هتبقى have a good hygiene. letter A. number 3 you should follow the precautionary measures الإجراءات الاحترازية، لازم تتبع الإجراءات الاحترازية or you will the virus، وإلا أنت إيه الفيروس؟ هتاخد الفيروس. يبقى miss get play cause، تبقى get the virus، هتصاب بالفيروس get the virus. بقيت الأسئلة يا جماعة رقم 19 بقول لي CPR is when an ill or injured person is not able to breathe. يبقى CPR دوت بيتم عمله، بيتم عمله، بيتم القيام به، ماشي. يبقى CPR ده يا جماعة بياخد verb في الأصل، بياخد do أو perform، بالتالي تبقى الإجابة صحيحة هتبقى حرف D، لأن D بيقول لي A and B. يبقى CPR is done أو CPR is performed. طيب بعد كده the exercise I have is enough for today. The exercise I have stayed, I have done, I have made, I have called. طبعا كلمة exercise بتاخد الفعل do. Do exercise. يبقى هنا the exercise I have done. Exercise اللي أنا قمت بيه is enough يعني كافي للنهاردة. Number 6 to keep healthy عشان تحافظ على صحتك تبقى سليمة you need to enough sleep. Enough sleep يعني نوم كافي. تاخد أي verb بقى من دول؟ طبعا get enough sleep يحصل على قدر كافي من النوم. get letter C. number 7 if you want to succeed in life لو انت عايز تنجح في الحياة never any chance to learn، اوعى تفقد اي فرصة انك تتعلمها. يبقى letter A. يبقى never يعني اوعى never miss any chance، لا تفقد قصدي يعني لا تفقد اي فرصة للتعلم. Number 8 it's necessary to know how to first aid. Do first aid, perform first aid, suggest first aid ولا A و B مع بعض اللي هي do and perform؟ طبعا هتبقى letter D اللي هي بتضم do and perform. يبقى do perform بياخدوا first aid. Number 9 the mistake you have is unforgivable. يعني الخطأ اللي انت ارتكبته لا يغتفر. يبقى اصلا كلمة mistake بتاخد have ولا do ولا make ولا stay. طبعا احنا بنقول make a mistake، فطبعا الجملة ديت هتاخد made اللي هي التصريف الثالث من have، لان الجملة دي مضارع تام present perfect بعد have. يبقى the mistake you have made is unforgivable.
نمبر 10 بكتيريا اند فيروسز لوت اوف انفيكشنز. البكتيريا والفيروسات بيسببوا الكثير من العدوى، بيسببوا ميستيك ريزن كوز، طبعا هي الاجابه كوز ليتر دي. بيج نمبر 20 عندنا اكسرسايز خاص بالسينونيمز اند انتونيمز. نمبر 1 from her behavior it's clear that she is not normal. يبقى من سلوكها يتضح ان هي not normal، مش طبيعيه. The word normal here can be replaced by كلمة normal اللي هي معنى طبيعي، دي ممكن نحل محلها ايه؟ sane، insane، irrational ولا unusual. جميع الإجابات يا شباب يتضح ان هي بتديني المعنى العكسي. لا، هنا unusual عكسها usual، irrational عكسها rational، insane عكسها sane. الإجابة الصحيحة هنا هتبقى sane اللي هي بمعنى طبيعي برضه. يبقى normal بتساويها هنا sane letter A. number 2 is too mild as irrational to normal. يعني كلمة A بالنسبة mild زي بالظبط irrational بالنسبة لnormal. طبعا irrational بالنسبة لnormal دي opposite يعني antonym يعني ضدها. دي اللي irrational ونormal دول ايه يعني متضادات مع بعضها يعني. يبقى انا عايز عكس او ضد mild، هتبقى severe. طيب number 3 you are obliged to follow the law. انت مضطر انك انت تتبع القانون. In this sentence في الجملة دي follow is the antonym of نقط. طبعا عكس كلمة follow break، break the law عكس follow the law، يتبع ويخالف القانون. number 4 she encouraged me to save my money. هي شجعتني ان انا اوفر فلوسي. هنا save لما تيجي مع money يعني يوفر فلوس، يحوش فلوس. she knocked me from هنا بقى يبقى يا جماعة عكس كلمة encourage، لان عندي from عكس كلمة encourage هتبقى discouraged. discouraged me from buying unnecessary things، بمعنى يثنيني عن او يبعدني عن. number 5 do you find it to work abroad. قالوا not in the least، لا خالص. it's interesting، ده هي حاجة ايه ممتعة. هل تجد ان ايه ان تعمل بالخارج؟ قالوا لا خالص، ده حاجة ممتعة. يبقى هو بيأيد العمل بالخارج. يبقى do you find it hard، خلي بالك find it hard، find it بيجي وراها صفة adjective. وعلى فكرة ده مديني كمان letter C difficult. Do you find it difficult؟ لأن هي hard بتساوي difficult هنا. بالتالي يا شباب يبقى الإجابة دي هي الصحيحة، مش الإجابة A ولا C بشكل منفصل، طبعا لأن دي بتشمل الاثنين. طيب number 6 do you want to move it the wall؟ قالوا no move it closer، لا يعني حركها إيه يعني بدونه يعني تكون قريبة منها يعني. قالوا لا حركها قرب منها. يبقى هو في السؤال كان هيقول له ايه هل تريدنا يعني تحركها ليه يا بعيد عنها. يبقى انا عايز كلمه بعيد هنا، بعيد هتبقى away from letter B. number 7 I'm sure this advertisement will boost the sales of the product. خلي بالك ان هنا boost the sales of the product معناها يروج للمبيعات بتاعت المنتج. بيقول لي what does the word boost in this sentence mean. كلمه boost هنا، الفعل boost هنا ده معنى ايه؟ بيساوي بروموت ولا فيل ولا ديسكريس ولا هندر؟ طبعا كل المعاني سلبيه اللي هي بي وسي ودي الا معنى واحد بس اللي هو الاولاني، هو بيعطي المعنى الايجابي. يبقى بروموت بتساوي بوست. ليتر ايه هي الاجابه الصحيحه؟ عندي ميني تيست بيج نمبر 21 بيقول لي از يور اوفر ستيل افيلابل. هل الاوفر بتاعكم العرض بتاعكم لسه ما زال يعني متاح؟ قال له forget it، حط حرف جر بقى ايه يمشي مع forget، يبقى forget about، قلنا forget about. number 2 if you go on staying not late you will fall ill. يعني انت هتمرض، انت هتتعب لو انت استمرت في ايه في السهر. يبقى staying up late، احفظها كده stay up late، stay up late. number 3 please place the microscope carefully the table. لو سمحت ايه
place يعني ضع، ضع الميكروسكوب بعناية the table. الإجابة طبعا هتبقى letter B on the table، ما تنفعش حاجة تانية غير on، place on بمعنى يضع على. بقى الأسئلة يا شباب في page number 22. She follows the instructions driving a car carefully. هي بتتبع التعليمات نقط driving قيادة السيارة carefully بعناية. يبقى for ولا to ولا from ولا on. طبعا هي بتتبع الـ instructions من أجل قيادة السيارة بشكل carefully. يبقى الإجابة طبعا هتبقى for. يبقى follows the instructions for driving. طبعا ما تنفعش تقول ان التو عايزه مصدر، لكن دي درايفنج فعل. اي نمبر 5 تو كيب فيت، عشان تبقى لائق بدنيا تراي تو تيك ا سبورت. خلي بالك من الجمله دي عشان ما تقعش فيها. تيك اب ا سبورت ولا داون ولا اوف ولا اوت. طبعا تبقى تيك اب ا سبورت، احفظ كده تيك اب ا سبورت معناها يبدا في رياضه، ماشي، يقوم بالرياضه. تيك اب تيك اب. Number 6. You to leave the job. It's boring. It's boring يعني الوظيفة دي ايه؟ مملة. يبقى you right. You are right. You have the right. ولا B مع C. يعني B و C ينفعوا. You are right to. تنفع على فكرة. انت محق في انك انت تسيب الشغلانة دي. طب letter C. You have the right to leave the job. انت عندك الحق في انك انت تسيب الشغلانة دي. فعلا يبقى الإجابة تنفع B وتنفع C. يبقى D هي اللي صحيحة. Number 7. She looks forward. طبعا يا جماعة دي تركيبة معروفة. Look forward to فعل ing يبقى letter A. بمعنى هي تتطلع إلى زيارة باريس for the first time لأول مرة. Number 8. Try to keep away from direct sunlight as much as possible. طبعا as much as معروفة كده. As much as. Number 9. عايزين حرف الجر اللي بيجي مع الverb here. هير يعني يسمع، اللي احنا قلنا تيجي بمعنى برضو يتلقى اخبار من لو جات معاها حرف جر معين. طيب I'm worried about my brother in Italy. انا الان بخصوص اخويا اللي موجود في ايطاليا. I haven't heard from him. انا لما تلقى منه اي اخبار for ages يعني فترة طويلة جدا. Number 10. It's important for a driver to think. من المهم للسائق ان هو يفكر. انا عايز هنا ايه؟ ظرف. يبقى fast letter B. واحد يقول لي يا مستر ما هي letter A تنفع لان مكتوب fastly والظرف بينتهي ب L Y. اقول لك لا، fast صفة، هي fast ظرف. يبقى letter B هي الاجابة الصحيحة. طب ليه ما تنفعش letter C؟ لان quickly صفة برضو، احنا عايزين هنا ظرف. الظرف من quick هتبقى quickly، لكن quickly مش موجودة. يبقى fast بتساوي quickly. يبقى الاجابة طبعا هتبقى letter B. ومعنا exercise page number 23 اللي بيتكلم يعني خاص ب derivatives اللي هي المشتقات. يعني بيقول لي you your encouragement يعني تشجيعك has given me اداني ايه تشجيعك؟ boost boosts a boost ولا boosted؟ طبعا تشجيعك اداني دعم، يبقى انا عايز كلمه دعم اللي هي noun اسم، يبقى a boost letter C. Number 2. Your encouragement has my confidence. طبعا هاز محتاجة يا شباب تصريف ثالث، يبقى هاز بوستد ماي كونفيدنس يعني داعم، تشجيعك داعم وقوى ماي كونفيدنس يعني ثقتي. يبقى ليتر دي هي الإجابة الصحيحة. رقم 3 يا شباب. The clever paramedic succeeded in the of CPR and the injured man started to breathe normally. كلمة paramedic معناها المسعف. المسعف الشاطر نجح في in the نقط of. خلي بالك in the نقط of دي محتاجين هنا noun، يبقى الناون هنا من perform هتبقى performance يعني القيام بي. يبقى نجح في القيام بي عملية الانعاش الرئوي. and the injured man والشخص المصاب بدأ ان هو يتنفس بشكل طبيعي. يبقى الإجابة الصحيحة هي performance letter B. Number 4. Some scientists بعض العلماء think that people who have caught COVID-19 بعض العلماء بيظنوا ان الناس المصابة بالكوفيد 19 don't have complete نقط. خلي بالك don't have ما عندهمش.
كومبليت دي صفه، والصفه دي عايزه اسم، يبقى دونت هاف كومبليت ايه، انا محتاج اسم هنا، يبقى اميون ولا اميونيتي؟ طبعا اميونيتي، ما عندهمش مناعه كامله فروم كاتشنج ات اجين، ما عندهمش مناعه كافيه ان هم ايه يصابوا بيها مره ثانيه. نمبر 5، يو دونت هاف ذا اوف ذا ويذر از ان كندا ان وينتر، انت ما عندكش او انتوا ما عندكوش الايه اوف. بص لما تلاقي ذا نقط اوف يبقى انت هنا محتاج ناون، محتاج اسم. يو دونت هاف ذا ايه اوف ذا ويذر، بتاع الجو، زي ما في كندا في فصل الشتاء، يبقى سيفيريتي، ما عندكش السيفيريتي اوف ذا ويذر يعني شده الطقس. يبقى رقم 5 جابتها ليتر دي. بعد كده رقم 6، سمول بوكس، الحصبه، از ان نقط ديزيز، ده مرض معدي، يبقى از ان انفكتشس، ليتر سي. ما نقدرش نقول انفكتد، لان انفكتد يعني تم العدوى به، ماشي، لا هي انفكتشس يعني معدي بيسبب العدوى للاخرين. بعد كده رقم 7، بي كيرفول اور يو ويل بي ويز سمول بوكس، خلي بالك والا هتعدى، هتتعدي، يو ويل بي انفكتد، ليتر دي. طبعا دي تعتبر جمله مبنيه للمجهول، هتتعدي يبقى انفكتد. رقم 8، I don't know what his not to my suggestion will be like. هتبقى برضه هنا انا محتاج ناون، هنا محتاج هنا اسم، لازم تعرف انت محتاج صفه ولا اسم ولا ظرف ولا ايه بالظبط. هنا بيقول لي I don't know what his not to، هنا محتاج، انا محتاج هنا ناون يعني اسم. هنا بيقول لي انا مش عارف رد فعله على الاقتراح بتاعي هيكون شكله ايه، يبقى هي رياكشن، رد فعل. رقم 9، children need from their parents، الاطفال محتاجه ايه من الاباء؟ طبعا جايدنس يعني ارشاد وتوجيه، يبقى ليتر بي. رقم 10، children need their parents to، لما تلاقي to يبقى انت هنا محتاج فعل في المصدر، اوكي. طيب children need their parents to nod them to guide them، ان هم يرشدوهم، يبقى لتر ايه الاجابه الصحيحه. عندنا يا جماعه اكسرسايز بيج نمبر 26 صفحه رقم 26، عندي 10 جمل هسيبهم لكم انتوا يا شباب هتحلوهم كهوم ورك، اوكي، دوت كده زي واجب انتوا تحلوه ان شاء الله، وتبعتوا لنا في التعليقات الاجابات بتاعتكم، وان شاء الله الطلبه اللي هتجاوب اجابات صحيحه وهتشاركنا هنذكر اساميها ان شاء الله في الفيديو التالي باذن الله. بكده غطينا الغالبيه العظمى من اكسرسايز الاسئله والتدريبات الموجوده في يونت 1. باذن الله الحلقه القادمه هنتكلم عن الجرامر بقى الخاص بالوحده الاولى، اللي هو الخاص ب necessity، الضروره، هاف تو وماست طبعا، والنفي والاثبات بتاعهم، اللي انا انتقل في الفيديو القادم. لكم مني خالص تحيه وتقدير، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، دمتم في رعايه الله وامنه وعنايته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.